اهلا بحضراتكم مره تانية كابتن محمد. تابعت معايا الفقره بتاعت طبعا ايهاب الجنيدي والارقام والاحصائيات. عايز بعض الارقام وحضرتك تترجمها لي على المستوى الفني لاداء النادي الاهلي امام المصري، وخاصه على قصه الضغط العالي اللي بيعمله النادي الاهلي، استحواذ بيرسي تاو تقريبا على 90% اشتراكات، واستحواذه على الكره او الضغط على الخصم في 4 كرات خد منهم 3، كذلك رضا سليم، كذلك بنتكلم على لعيب خط اليو ديانج كمان عنده نسبه كبيره جدا. شايف ده من خلال البلان بتاع كولر ازاي، وكيف يستفيد منه النادي الاهلي اصلا في الفترات اللي جايه؟ يعني هو اهم حاجه انا شفتها في النادي الاهلي الماتش ده كانت باينه قوي، هو الضغط الجماعي. حلو. يعني مش بس ضغط فردي من بعض اللعيبه زي بيرستا وبيضغط على الراجل اللي ناحيته، لا بتلاقي الكره حتى لما بتتنقل بالعرض بتلاقي اليو ديانج بينكمل، وتلاقي محمد هاني ورا بعض ورا بعض بيضغط على، واضح ان في تعليمات ضغط على المكان اللي فيه الكوره ايا كان في العمق او على الاطراف من الاقرب ناس. صحيح. دي فرقت مع النادي الاهلي قوي في انه يستخلص الكوره اللي هي الثانيه، لان طبعا الضغط بيولد الاخطاء، ودي اللي بتدي عدم ثقه للفرقه اللي قدامك، وفي نفس الوقت بتديك انت ثقه، بتحسسك ان انت راكب الماتش او ان انت عامل ضغط هجومي على الفرقه. الفرقه ما بتعديش، يعني اللعيبه في الوضع الطبيعي لما يبداوا هجمه وفي استحواذ وروح بيبقى في تريح شويه للمدافعين، بياخدوا نفسهم وكده، انما الضغط ده بيبقى لسه المدافعين ما خدوش برضو اماكنهم الصح، بتولد الاخطاء. وشوفنا بتوفر عليك مجهود ان انت حتى لو استخلصت في نص ملعبك عندك لسه هتبني تعمل بيلد اب، فهتبقى قريب جدا من بالظبط. انت زي ما بيقولوا بلغه الكوره كاتم يعني على نفسه. ايوه بالظبط، يعني ما بيتنفس، هو في اي حته حاسس ان في ضغط ما قدامهوش حاجه من الاثنين، يا يغلط يلعب كره طويله، الطويله بتاعتك. صح. فهي دي كانت باينه قوي، ودي اساس فعلا مكسب النادي الاهلي. طيب جزء ثاني هكلمك عليه يا كابتن عمرو، الهجمات النادي الاهلي وتوزيعها بشكل على مستوى الاجنحه، اذا كان طريق رضا سليم او علي معلول الناحيه الثانيه، بيرسي تاو وهاني، وعندنا دلوقتي كمان نسبه عاليه من العمق. والنسبة العالية من العمق مش معناها ان احنا بس بنلعب من العمق، لا، معناها ان كمان الاجنحة بتخش لجوه زي رضا سليم زي بيرسي تاو، يبقى في عندك بتشكل خطورة من عمق ال 18. هو ده يا كابتن الدرس اللي كولر غير فيه، كنت موجود مع حضرتك قلت لك هيعمل فكر جديد. رضا سليم كان بيعمل جزء معين عشان علي معلول كان بيشتغل من فوق، هو الضغط كله كان على فرقه المصري من عند كريم العراقي، اشتغل بثلاثي كان واضح جدا، رضا سليم وامام عاشور وعلي معلول. علي كان بيعدي نص الملعب بيعمل كروس باس على طول، ما بيزودش لغايه اخر نهايه الملعب. اه بالظبط. في نفس الوقت اقرب واحد كان بيضغط كانت غريبه بالنسبه لنا اليو ديانج، كان ديانج بيضغط من ناحيه الشمال على فرقه المصري او من وجود على باهر المحمدي، وبعد شويه يتراجع يبقى الشغل ده البيرستاو، بعد كده يتراجع بقى رضا سليم. هو ده النادي الاهلي، يمكن ده كان فاقد حته يمكن حضرتك قلتها قبل كده، ان الاهلي مجرد ما بيفقد الكوره بيستحوذ عليها في وقتها على طول، ما بيخليش النقل يعدي الثلاث نقلات. هو ده حته كثافه نص الملعب. حتى النقطه المهمه اللي كولر وضحها للناس، ان انا كانت مفاجاه واحنا بنقرا التشكيل، كوكا كان بيلعب ديفندر، كان بيدي اريحيه ان يخلي رضا سليم وامام عاشور والو ديانج وبس يزيدوا، مطمن اليو ديانج بالظبط كده. خلي بالك موضوع الاستحواذ او الاستخلاص ده مهم جدا كمان. فريق الاعداد محضر لنا كده احصائيه عن يعني الضغط، ازاي عمليه الضغط بتتم بالارقام زي ما حضراتكم شايفين. ده كان الاكثر استخلاص للكره في المناطق الدفاعيه للمنافس، يعني نادي الاهلي اكثر فريق استخلص الكره في التلت الهجومي بتاعه، 7 مرات، يليه الجونة 6، بيراميدز 6، فاركو 6، كليوباترا سيراميكا كليوباترا 5، والبنك الأهلي 5. فده بيديك ده مؤشر ان النادي الأهلي فعلا يعني عملية الضغط الجماعي زي الكابتن محمد ما قال، الضغط الجماعي بيتم بشكل جيد جدا، ومحتاجة ان الفرقة تتحرك مع بعض في وقت، والتايم مهم جدا في الموضوع. ويمكن هم السبعة دول اللي حصل بداية لعب من النادي المصري من تحت. مظبوط. انما غير كده لما بيلاقوا ضغط فبيضطر الجون يلعبها لونج طويلة. باس طويله. انا عايز اقول حاجه هاني كمان فضل. ظهرت قوي مع النادي الاهلي، ودي حاجه اضافه للنادي الاهلي، عمليه اللونج باس الطويل. كان بينفرد بيها محمد عبد المنعم قبل كده، وكان هو الوحيد اللي بيوجدها. وكان بعديه عمرو السوليه، عمرو السوليه بقى له فتره طبعا مش موجود، اللي هيعمل الدور ده واللي شافه واللي ظهر في الجون بتاع بيرستاو هو امام عاشور.
عامل لونج باص يعني. وبعدين لونج باص لما بتتعمل من المدافعين غير برضه ما بتتعمل من نص الملعب. من نص الملعب بيديك على الجون على طول زي ما حصل في الكوره. فيها جزء مفاجاه شويه كمان، في جزء مفاجاه. انت ما بتلعبش كور وبالعرض بعيده قوي يا كابتن يعني. يعني الاتقان في الثرو باس من اقصى الباك ليفت لاقصى الوينج رايت القطري دوت، وتبقى الاستحواذ واستلام من بيرستا ويحرز منها هدف، دي شغل مش اي حد يعملها. عايزه مهاره عاليه قوي انك توصل الراجل بتاعك بحيث انه يجيب جون، مش شرط طويله وخلاص، ما ممكن طويله على الجنب على بال ما ياخدها والناس تجي له هتضطر تستحوذ عليها وتروح تجيبها. لا ده هو خد واستلم منك للجون او واحد على واحد. صحيح. ومفترض ان المهاجم مع المدافع واحد على واحد يبقى التفوق للمهاجم المفروض يعني. صحيح. طب في جزئيه كمان، عمليه التصويب يعني. من المميزات بتاعت امام عاشور مع منتخب مصر او حتى مع نادي الزمالك قبل كده، ان هو عنده شغف للتصويب، عنده قدره على قرار التصويب على طول، التصويب عنده قرار التصويب. ودي مهاره. طبعا دي مهاره، زي اللي بيرقص واحد على واحد او بيرقص بسرعته، دي مهاره. هو عنده التصويب. شايف برضو انا رضا سليم عنده برضو التصويب، كان ممكن يسدد الهدف بس عايز يتقن شويه، كان ممكن يسدد الهدف بس هو عمل اسيست. النادي الاهلي على فكره برضو لو في الاحصائيات موجوده، النادي الاهلي اكتر الانديه في الدوله تصويب على المرمى. تصويب على المرمى، فده كمان شغل يعني ممكن يزيد الفترات اللي جايه. انت عندك ميزه هاني دلوقتي شايفها في النادي الاهلي، ويمكن بالتدعيمات الجديده ابتدى زي ما عمرو قال الراجل يبتدي يغير برضو شويه من طريقه اللعب. بالظبط. مع ما هو انت دي اهم حاجه، انك تلعب بامكانيات اللعيبه اللي عندك. ما اقدرش اديهم حاجه انا مش يعني، ما اقدرش اقول لهم صوبوا وما عنديش واحد عنده المهاره. لا، ما هو زي ما حضراتكم شايفين النادي الاهلي بسبعه زد كمان من الفرق اللي شايف انها كانت منظمه جدا وعندها الثبات في الملعب ومش ما عندهاش رهبه الدوري الممتاز. سبعه تسديدات على المرمى ده برضو رقم كبير، يليه بلديه المحله، انبي، الزمالك، الجونه.